طب يا جماعة، احنا ما زلنا بنتكلم عن ال DDL. احنا قلنا DDL اللي هو لما بنتكلم على ال create، شفنا ال create او ال alter، شفنا ال alter وال drop، شفنا ال drop. خلينا ناخد السيشن الاخيرة دي مزيد من ال من الامثلة عن ال alteration او عن التغيير في الجدول. شوف مثلا المثال ده، انا عايز اعمل ايه؟ لو انا فتحت جدول الموظفين، دول التو كولومز اللي احنا زودناهم، فاكرين؟ مش احنا زودنا امبلوي تايب وموبايل نمبر؟ طب فرضا ان انا عايز ادروب الموبايل نمبر بعد ما زودته. الموبايل نمبر ده انا عايز الغيه خالص. سهله. طبعا شوف انا غلطت، عملت جي تي ار ان، المفروض مش جي تي ار ان. المفروض ان انا ابتدي اعمل في السيكوال الداوي، ماشي. هعمل الكلام ده ازاي؟ خلاك ان انت بتعدل في الجدول، يعني هقول له alter table اللي اسمه emp، بعدين اقول له انت عايز ايه؟ عايز احذف الكولوم اللي اسمه موبايل نمبر. طب جرب اهي، table emp altered. لو انا جيت دلوقتي في الامب وعملت ريفرش من هنا، ريفرش تاني اهو، شاهد. يلا جرب جرب، ده عملي، المادة دي عملي. كل ما تشغل بايديك كل ما تبقى شاطر، كل ما تشغل بايديك. مفيش حاجة بيقول لك يضحك عليك يقول لك يا عم مش عارف ايه، ما انا عارف الكلام ده كله بس هو ما اشتغلش. لازم تشتغل، لازم تكون فاهم اولا، ثانيا لازم تكون اشتغلت بايديك شويه. كل ما تشتغل كل ما تبقى اشطر، كل ما اشتغل كل ما تبقى اشطر. حد عملها دي؟ ماشي. لو انا فتحت جدول الموظفين هلاقي هنا اللاست نيم اسمه النيم. سبوز ان انا عايز اعمل رينيم بقى، مش للجدول، عايز اعمل رينيم للكولوم. بدل ما هو اسمه النيم عايز اخليه لاست نيم كامل. اعمل الكلام ده ازاي؟ اكيد انا بعدل في الجدول، اكيد هي الالتر تيبل امت، هي عايز اقول ان انت هتعدل في الكولوم، فهموديفاي، انا عايز اموديفاي الكولوم اللي اسمه ال نيم. خلينا الاول تعالى نعمل مثال، خلينا نعمل ايه؟ رينيم. انا عايز اعمل رينيم، هعمل رينيم للال نيم، هخليه لاست نيم. تعالى ناخد المثال الاول. يبقى انا هعدل الجدول اللي اسمه ام، هخلي ال نيم هخليها لاست نيم كامله. تعالى كده جرب شغال، قال لي هنا في مشكله. ايه المشكله؟ تعالى نشوف مثلا، مش عارف ايه ام رينيم ال نيم تو لاست نيم. انا غلطت غلط. ايه الغلطه اللي انا غلطتها؟ كنت المفروض هنا اكتب ايه؟ خلي بالك دي بقى مشكله الاوراكل الحقيقيه، احيانا الايرور ما يبقى يرميك في حته ثانيه خالص. احيانا الايرور في اوراكل بيبقى غير معبر. يعني بص هنا بيقول لك ايه، ميسنج بارتيشن وسب مش عارف ايه بارتيشن كي وورد، ده ملوش اي علاقه بالغلطه اللي عندي الحقيقه. الغلطه اللي عندي ايه؟ ان انا في كي وورد كانت المفروض احطها نسيتها، وهي كلمه كولوم، فده ملوش اي علاقه بالمكتوب الحقيقه. هفضي بعدين تعالى نجرب تاني. قال لي altered. الدليل على كده ان هو فعلا اشتغل. لو جيت هنا على الامف وعملت ريفرش هلاقي حولها لي اللاست نيم كامله. خلي بالك احيانا الايرورز في الاوراكل احيانا بتبقى غير معبره. ليه مشكله؟ يمكن دي الميزه الحقيقيه اللي انا برضو احلى الميزات الحقيقيه السيكول سيرفر. السيكول سيرفر الايرور دايما في الصميم، دايما في الصميم.
طيب عظيم. طب سين انا مش عايز اغير الاسم، يعني انت وريت دلوقتي ده اسم الله سنين ماشي، طب ده طوله كام؟ 12. طب سين انا عايز بدل ما هو 12 اخليه 15 مثلا اعمل الكلام ده ازاي؟ نفس الفكره، كان اشتغل معايا الالتر تيبل اللي اسمه امب، المره دي اقول له انا عايز اعدل في الكولوم اللي اسمه ال نيم. هعمل فيه ايه بقى؟ هنا من حقك اصلا تغير الداتا تايب كلها لو انت عايز، او نفس الداتا تايب بس غيرت الايه التول زي ما انت عايز. هي كانت 12 خليها 15. خلي بالك هنا كان نالبل، يعني كان ما ينفعش يبقى نال، ففي عليه كونسترينت. هنا هخليه يسمح له ان يبقى فيه نال. معنى كده ان انا لو رحت للكونسترينت دلوقتي قبل ما اشغل عندي كام كونسترينت؟ 4. حلو، اجي هنا يقول لك انا عملت حاجتين، اول حاجه بدل ما 12 حرف خليتهم 15، تاني حاجه شلت الكونسترينت اللي كان موجود عليه عشان اسمح له ان هو يكون نال. طب جرب. قال لي لسه في مشكله. ايه برضه المشكله؟ تعال نشوف. الالتر تيبل موديفاي النيم كار كاركتر 15 بيساوي نال. موديفاي تيبل موديفاي النيم كار 15 نال، المفروض انه سليم. انفاليد النيم. احنا خليناه ايه يا جماعه؟ محدش خد باله، احنا خليناه ايه؟ لاست نيم. تعالى كده نتاكد. اي راح مني ليه؟ خليناه ايه؟ خليناه لاست نيم. قال لي مين؟ ده مربي الايرور المعبر. بص قال لي ال نيم انفاليد ايدنتيفاير، مفيش حاجه عندي اسمها ايه؟ ال نيم. ما هو فعلا. طب انا هعمل كوبي من هنا واعمل بيست هنا وافضي عشان اشوف، زي ما انت فضي عشان تشوف الايرور بيبان لك. قلت له عدل الجدول اسمه ام، خلي لي اللاست نيم اللي هو ال نيم، كان زمان ال نيم بقى لاست نيم، خليه لي 15 واسمح له ان هو يكون نل. وجرب تاني. قال لي التر. طب الدليل؟ دليل لما تيجي هنا المفروض لاست نيم تفضل لاست نيم، بس بدل 12 يبقى 15 وبدل نو يبقى يس. جرب. بص 15 يس. معنى كده لو رحت دلوقتي في الكونسترينتس اللي موجوده هنا هلاقيهم رجعوا بهم كام؟ 3 مش 4. جرب اشتغل. يلا جرب. اعمل ريفرش. بدل 12 مكتوبه 15 ولا لا؟ 15 مكتوبه 15 وكاتب هنا نل. كاتب دي، كاتب الامر. اول حاجه اتاكد ان انت كاتب دي. تاني حاجه اتاكد ان مكتوبه هنا 15. مكتوب عندك يس هنا؟ يس. تعالى في الكونسترينتس اعمل شايف شايف الريفرش دي؟ شايف العلامه دي؟ اضغط عليها. ها؟ اضغط تاني. ها اضغط اضغط الفريش وري. اوكي انا
طيب خلينا احنا في دي ال نحاول نجهز السكيما بتاعتنا بولونز والبايبس والكونسترينز عشان بعد كده هنشتغل عشان بعد كده هنبتدي ندخل داتا فبعد ما ندخل الداتا نبتدي نعمل كويري واستعلام على الداتا فانا هيهمني الاستعلام اللي انا بعمله يكون سريع جدا تخيل انت عندك داتا بيس كبيره مثلا عندك داتا بيس بتاعت ارقام التليفونات عندك فيها رسالة التليفون طبعا ده في مليونز اوف ريكوردز يعني انت بتتكلم على السؤالين بتتكلم مثلا على 20 مليون واحد مثلا سي 10 مليون تليفون فهمتني مثلا حاجه رقم ضخم جدا فانت في عايز تدور على واحد اسمه محمد علي احمد ابراهيم امشي بقى دليل التليفون او الاسم ده ثاني اسم ده لغايه لما تلاقي مثلا رقم 4 مليون كان ده ينفع؟ فين التليفون معمول ازاي؟ معمول الالف لوحدها ب لوحدها ت لوحدها فانت عايز محمد هتروح على طول رايح للمين فمحمد ده بقى فيه 10 مليون جوه ال 10 مليون محمد هتعمل ايه؟ تروح مدور على مين؟ ح ميم ح ميم ميم ح ميم د خلاص؟ ادخل في الالف ابراهيم وهكذا فتلاقي بقى لما دورت في فهرس مثلا عدد الصفحات بتاعته ضخم جدا 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 هتلاقي مثلا انك تقدر تفتح مثلا 10 20 مره 20 مره 20 صفحه جبت الايه الرقم فتلاقي ده ينعكس على سرعه الاستعلام بشكل قوي جدا 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 لو انت حولت الكابول بتاعك بشكل او خليته مفهرس يبقى احنا بنعمل الفهرس بنعمل الاندكس او الفهرس علشان لما اجي اعمل الاستعلام عايز الاستعلام يكون سريع جدا ليه لا الاوراكل او السيكول سيرفر هيضطروا ان هم يدوروا في الداتا بشكل سيكونشال بحثا عن المعلومه اللي انا عايزها ده صعب جدا فدايما لازم نعمل اندكس على قاعده البيانات حلو الكلام ده جميل ازاي اعمل فهرس للجدول وازاي اقدر احذف الفهرس ده هل دي حاجه فيلم يعني هل دي حاجه قضيه كبيره الحقيقه القضيه ولا حاجه اشتغل معايا كرييت دايما تنشئ يبقى ايه كرييت الفهرس هتسمي الفهرس ايه اللي انت عايزه اي حاجه سميه اندكس طيب الفهرس انت عايز تعمله على ايه انا عايز اعمله على مثلا سي تعال هنا ادي جدول الموظفين تعال شوف الكولومز اللي عندي عليك على نفس المثال اللي معايا سي ان انت هتعمل استعلامات كتير على الفيرست نيم مثلا فانت عايز تعمل فيرست عايز ترتب الاسماء بناء على الفيرست نيم خلي بالك ان الفيرست ده انت ما لكش اكسس عليه ما بتشوفوش اللي هيعمل ايه ان انت بدل ما يكون عندك جدول واحد اللي هو الجدول الاصلي جنبه هيبقى في جدول تاني عباره عن فهرست في الفهرسه بتاعت الجدول الكبير ده فيبقى جدول صغير جنب الجدول الكبير الجدول الصغير هو الفهرس اللي بيشاور لك بيشاور الاوراكل عايز المعلومه دي فين هيقول له في الحته دي يعني بمعنى فعليا اللي بيحصل كده ام اس بينت ده الجدول بتاعك اهو الجدول ده فيه ملايين من السجلات اوكي طب انت عندك استعلام عندك كويري واحد بيدور على الفيرست نيم اللي اسمه ابراهيم مثلا بدل ما اقعد ادور في ملايين من الاستعلامات هروح مدور في جدول صغير خالص اقول له ابراهيم ده في انهي حته فاروح رايح هنا هقول له بص ابراهيم ده هتلاقيه بدل ما ادور في الجدول كله ادور في الحته دي هتلاقيه في الحته دي في الاريا دي فهو سهل لي جامد الفهرس بدل ما ادور مثلا في مليونز ادور مثلا في 100 سجل في 200 سجل في 1000 سجل فالدنيا هتبقى فرق كتير طيب حلو جدا فاقول له ايه كاريت انا دايما بحب اسمي كده اسم الجدول اللي هفهرسه ام عايز افهرس الايه الفيرست نيم مش لازم يا جماعه طبعا الكلام ده انا ممكن اسمي الفهرس اي بي سي اسميه ليا انا عشان اللي يجي بعد كده يشتغل يعرف ان ده فهرس معمول على جدول الموظفين في جدول الموظفين معمول على الايه على الفيرست نيم فكده اي حد يقدر يفهم انا بعمل ايه انا شغال ازاي حلو بعد كده انت عايز تعمله على ايه؟ هعمل الفهرس ده على جدول الموظفين. طب في جدول الموظفين هتعمله على انهي كولوم؟ هعمله على الكولوم اللي اسمه فيرست نيم. الله بس كده؟ اه
ده ينشئ لي جدول تاني خالص عبارة عن فهرسة للجدول الأصلي اللي هو بتاع الام. طب الفهرسة الفهرسة دي بناء على اني كولوم فرسني فعلا؟ اه هاي بقول لك index created حاضر ها شايفين كده؟ يبقى انا كريت فيرس ده اسم الفيرس اسميه اي بي سي لو انا عايز على الجدول الامبلوي بناء على الفيرس نيم. طب يعني ازاي اعرف ان الجدول ده عليه فهرسه؟ انا دلوقتي عملت كام فهرس؟ كام فهرس على الجدول؟ هل لازم اعمل واحد؟ لا انا ممكن اجي هنا اقول عايز اعمل واحد انا على الاصني اعمل على الشوب اعمل على اللوكيشن اعمل على السالري هنعمله على نفس ال اعمله على ايه؟ تعمله على الحاجة اللي هيبقى عليه استعلامات كتير. الحاجة اللي انت عارف ان هيبقى عليها استعلامات كتير بنعمل عليها اندكس. احيانا يكون معظم الاستعلامات سي عندك على الفيرست نيم واللاست نيم مع بعض، هتعمل فيرست على الاثنين. فتيجي هنا تعمل فيرست نيم كام ولاست نيم، خرج ده كام فيرس؟ فيرس واحد بس معمول على ايه؟ على عمودين مع بعض. ينفع؟ ينفع. على برضه التليفون على برضه التليفون اعمل اللي هو تليفون مفيش حاجه بيروض يعني لو انت بتدور رقم التليفون اعمل. لو انت السيستم بتاعك كده السيستم غريب يعني لو ما اعرفش سيستمك هيبقى ايه؟ لو انت بتدور رقم التليفون ماشي، لو السيستم بحث بدليل تليفون او حاجه ماشي. خلاص؟ طيب معنى كده ان انا دلوقتي المفروض عندي كام فيرس في الجدول ده؟ واحد؟ تعالى كده نبص اوريك حاجه عجيبه قوي. فعلا لو انت رحت دلوقتي هنا 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 في حاجه اسمها الاندسيز. اندكس يا جماعه اندسيز. ناس في ناس اندكسز يعني اندكسز او اندسيز. الاثنين صح. لو بصيت هنا على الاندسيز هلاقي هنا بص اهو اندكس امب فيرست نيم اندكس نيم ده معمول على الجدول بتاع الامب معمول على الكولوم اللي اسمه فيرست نيم ذلك ما كنا نبغي هو ده اللي احنا عايزينه. يبقى انا كده عملت الفيرست. في هنا نقطه لطيفه قبل ما الغي اعمل دروب للاندكس ده وهي كالتالي هعمل ايه؟ انا هكتب نفس الكود ركز بقى معايا هضرب التيبل اللي اسمه امب ايه ده؟ ليه كده؟ او هوريك ليه؟ هضرب التيبل اللي اسمه امب الغيه لغيته اهو لو انا جيت هنا عملت ريفرش مش موجوده تعال ننشئه بقى من اول جديد ماشي اهو مراجعه اهو كرييت تيبل اسمه ام هفتح قوس وايه واقفله تعال نكتب الكود اللي احنا كتبناه من شويه او يعني شويه منه كان ايه الكولومز M number والM number ده integer not null first name character 10 انا بكتب نفس الكود اللي انا كنت كاتبه قبل كده not null last name character 12 ليه؟ عشان انت كاتب last name مو اللاست نيم حطيت انت لاست كامل مو اول نيم قبل كده ما انا لغيت الجدول الجدول الجديد اكن انا عامل جدول جديد انا عايز اعمل حاجه خلاص واي حاجه خلاص هو شويه حاجات خلاص المهم كده بالنسبه لي كافي جدا انا بس عايز اوريك حاجه هاجي هنا بدل نط نال دي ده التغيير هخليه برايمري كي قلت له هخليه الام نمبر ده ايه برايمري كي بالمره
خلاص يبقى انا عملت ايه؟ طبعا انا كنت ممكن اسوي ده انا عندي، ممكن كنت اجي هنا وازود السالري خليها نمبر يعني لو انا عايز يعني. اوكي حلو. فتعالى هنا اقول له انا كريت لي الجدول ده، هيقول لي كريته لك فين اهو. اوكي طيب ادي الام، ادي الكولومز الاربعه، ده ام نمبر اوتوماتيك ما ينفعش يكون نل، والفيرست نيم واللاست نيم انا قلت ما ينفعش يكون نل. فدلوقتي المفروض ان انا عندي كام كونسترينت يا جماعه؟ بص كده على الكونسترينت اهو، اثنين نوت نل، واحد ايه؟ واحد برايمري كي اللي هو على الام نمبر. هل عندي انديسيز هنا؟ هل اللي عملت اندكس عليه؟ الجدول الجديد ده عملت اندكس عليه؟ متأكدين؟ ايه؟ اهو عشان كده لهيت وعملتها تاني اوتوماتيكلي. الاوراكل والسيكوال سيرفر نفس الموضوع، اوتوماتيكلي لما بتعين في الجدول برايمري كي، البرايمري كي بيتعمل عليه اندكس اوتوماتيك. تاني البرايمري كي بتعمل عليه اندكس اوتوماتيك، بعد كده بقى اعمل انت ايه؟ اندكسز ثانيه زي ما انت عايز. طب هو ليه عمل كده؟ هي الحقيقه ليها حاجه اسمها كلاسترز ونون كلاسترز. ده بنسميه الكلاستر، يعني ايه الكلام ده؟ اللي بيحصل ايه؟ دلوقتي وهو بينشئ انت قلت له خلي بالك ان الكولوم ده برايمري كي، قال لك طب ما بالمره بقى بما ان ده برايمري كي يعني من واضح ان هو عمود مهم، لما يجي يحط السجلات في الهارد ديسك هيرتبها بناء على البرايمري كي، الفهرسه الاساسيه خلاص. فاكن فانت اصلا مش محتاج ليها تعمل عليها ايه اندكس، هي كده اساسا هي ايه مترتبه، فمن هي مترتبه تقدر تدخل على طول على الكولوم على الـ على الـ على الفاليو اللي انت عايزه. لا بعد كده يقول لك انت بقى عايز اي اندكس تاني، ارجع بقى اكتب نفس الكود واعمله على اي حاجه تاني بس انان كلاستر. يعني ايه انان كلاستر؟ ملهاش علاقه بالستورج بتاع الجدول كبيانات على الهارد ديسك، تقدر تتحكم فيه كم مره؟ مره واحده بس. فانا بما ان في برايمري كي فانا ظبطته بحيث ياخد ترتيب البرايمري كي وريحت دماغي. طيب بعد كده اهي كريت، انت عايز على الفيرست نيم اهي نفس الكود اللي احنا عملناه عملته تاني. لو جيت دلوقتي في الام وعملت ريفرش هنا هيبقى عندي كام اندكس؟ هيبقى عندي اثنين. يلا جرب الكرياته دي، جرب قبل ما اجرب اخد انا الغياب. الأستاذ إبراهيم عبد الكريم، الأستاذ بسام، الأستاذ حسن علي، الأستاذ حسن محمد، الأستاذ شاكر، الأستاذ صالح، الأستاذ عبد الرحمن عثمان، الأستاذ عبد العزيز صالح، الأستاذ عبد الله سعد. جماعة بالنسبة للكويري كويس على فكرة، الكويريز اللي أنا بكتبها دي كلها معاكم كده كده في الكتاب، انا بس بعمل ري ارينجمنت ليها بالشكل اللي انا بحس ان هو مناسب. لكن كده حتى لو انت عايز نفس الطريقه اللي انا ماشي بيها في المحاضره هتلاقي في اللاف فولدر اللي انت واخده مني هتلاقي في حاجه اسمها دي 4 حاجه اسمها دي 5، بصيتوا عليهم نفس الكويريز اللي انا بكتبها بالظبط، بس انت احسن لك تكتب بايديك. وبعد كده في البيت هتلاقي عندك تقدر تعمل داونلود دي 4 ودي 5 نفس الاكواد اللي انا بكتبها دي. نوصل نغطي استاذ علي محمد، استاذ علي محمد علي، استاذ فهد عبد العزيز، استاذ خير فياض، استاذ محمد عبد الله احمد، استاذ محمد منصور، استاذ مساعد، اوكي عبد الله يبقى خير خير عبد الله. اللي انا ما قلتش اسمه يا جماعه ده خير، ده حاجه كويسه جدا يعني، لما اسمك ما اتقالش يبقى ده كويس، مش حاجه وحشه يعني.
مره كنت باخد بقول له في اخر الكورس بقول كل واحد وعدد ساعات الغياب بتاعته. بقول فلان صفر فلان صفر. ليه صفر؟ ليه صفر؟ يعني حاجه حلوه يا ابني مش حاجه وحشه. ماشي حلو. طيب انا عندي هنا يا جماعه جدول اسمه كورس، جدول الكورسات. تعالى افكرك جدول الكورسات ده فيه ايه بالظبط. لو انت عشان الكلام ده هنحتاجه كمان بكره فمهم تبقى اكوينتد بيه. جدول الكورسات ده في رقم الكورس، في اسم الكورس طبعا احنا من بكره هنبتدي جرد في التعامل مع السلكتات يعني، واسم الكورس وعدد ساعات الكورس الكليه وكل اسبوع بناخد كام ساعه. حلو قوي. غالبا غالبا الكورسات دي بيبقى ليه حاجه اسمها البري ريكويزيتس. يعني ايه بري ريكويزيتس؟ يعني عشان تاخد الكورس ده يفضل ان انت تكون خدت الكورس ده والكورس ده والكورس ده مثلا. فتعالى نعمل جدول للبري ريكويزيتس. ساعات هعمله كده في ايه؟ لا ده عامل جي تي ار ام، انا غلط. تعالى نعمله في الجداول ده. ده يبقى ان شاء الله ده افتكرته من عندي قاعد. ماشي حلو. تعالى بقى نعمل الكاريت معايا كرييت. يلا اشتغل معايا كرييت تيبل هنسميه بري. عندي جدول ثاني انا هرغيه مالكش علاقه انت بيه ده. دروب اوكي. هعمل جدول هسميه بري ريك ويزا وي وي ويزا. وافتح قوس واقفله. افتح قوس واقفله. فاجي اقول والله مثلا ان الكورس اي دي الكورس الفلاني رقم الكورس الفلاني اللي هو عباره عن نمبر وما ينفعش يكون نل مثلا. هاجي اقول ان ليه بري ريكوزيت معين اللي هو برضه عباره عن كورس تاني بسميه بري ريكوزيت اندرسكور اي دي مثلا. وده برضه نمبر. يبقى ادي الكورس وادي البري ريكوزيت بتاعه. حلو. مش عايز اكتر من كده بس انا عايز ازود حاجه. عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اول حاجه احدد البرايمري كي. طيب انا ممكن اعمل هنا اي كده واكتب برايمري كي. دي طريقه. في طريقه ثانيه انك تعين بيها البرايمري كي. في طريقه ثانيه تعين بيها البرايمري كي. اكتب معايا. الطريقه الاولانيه دي كانت تنفع لو كان عدد الكولومز اللي مكونه للبرايمري كي كولوم واحد بس. فتيجي فيه البرايمري كي فرضا ان انت عايز تعمل برايمري كي كومبوزيت سين، انت عايز الاثنين دول مع بعض يبقوا برايمري كي فرضا. هعمل الكلام ده ازاي؟ مش هينفع. هكتب برايمري كي هنا ولا هسيبه هنا؟ مش هينفع. فتيجي بعد ما عملت تو كولومز تيجي هنا تقول طيب بص بقى انا عايز اعمل كونسترينت، عايز احط شرط كونسترينت. عشان سمي الشرط ده بالاسم اللي انت عايزه. غالبا الناس تقول بي كي عشان ده يبقى برايمري كي. برايمري كي ده هعمله على الجدول اللي اسمه بري ريكويزيت. لو كولوم واحد يعني مثلا هنا هخليه على الكولوم اللي اسمه سي اي دي ده. لو كولوم واحد ممكن انا اكتبه ايه؟ كورس اندرسكور اي دي. يعني انا كده بحس ان انا فاهم الدنيا فيها ايه. طبعا انا ممكن اشيل ده كله كات واعمل اي بي سي يعني. ما فاهمين الفكره؟ ده الاسم انا يعني بحاول اخلي الاسم يبقى معدل بس. حلو. هقول له ان ده عباره عن برايمري كي. هيقول لي عظيم البرايمري كي ده على اني كولومز؟ هقول له انا عايزه على الكولوم اللي اسمه كورس اي دي. كوبي من هنا بيست هنا. هتقول لي ده ملوش لازمه. طب ما انا كنت جيت هنا ريحت دماغي وشلت دي وكتبت هنا ايه؟ برايمري كي وخلصت. الحلها ايه؟ ردها ايه؟ الاجابه لا، لان ممكن هنا في حاجه ميزه اضافيه ان انا ممكن اعمل كاما واعمل كده كوبي واعمل كده بيست. في الحالة دي البرايمري كي هيبقى ده مع ده. فيبقى ده فيها ميزة. دي الطريقة الوحيدة اللي من خلالها تقدر تعمل كومزيت برايمري كي.
يعني هتقول ان الكولوم ده وده 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 مع بعض بيعملوا لي ايه؟ بيعملوا لي برايمري كي. الطريقه الاولانيه دي تنفع فقط لو كان البرايمري كي معمول على كولوم واحد. طب انا مش عايز دي، انا عايزه على الكورس عادي يعني، مش هوريك الطريقه الثانيه. يبقى انا كده لغايه دلوقتي انا نجحت في ان انا اعمل تو كولومز وان انا اعمل برايمري كي، وسميت البرايمري كي بالاسم اللي انا عايزه. عايز تعمل ايه كمان؟ في حاجه لغايه دلوقتي ما شفناهاش، ايه هي؟ الفورين كي، صح؟ لسه ما شفناش الفورين كي. احنا قلنا فورين كي يعني ايه؟ يعني هزود في جدول، هزود حاجه او الكولوم ده بيشاور على كولوم في الجدول الاولاني اللي هو جدول الكورسز. يعني اكيد انا عايز اشاور في جدول الكورسز على الكورس اي دي. هشاور منين؟ إيه؟ الحقيقه ان انت عايز الكورس اي دي هنا يشاور على الكورس اي دي هناك، وعايز البري ريكوزيت اي دي هنا يشاور على الكورس اي دي هناك. يبقى الاثنين خلي بالك اثنين عندي تو كولومز عندي بيشاوروا على نفس الكولوم هناك. ليه؟ لان رقم الكورس لازم يكون موجود هناك، والبري ريكوزيت كورس برضه في الاخر هو كورس لازم يكون برضه موجود هناك. فاهمين الفكره؟ تاني انا عايز اعمل ايه؟ شيل ده كده خالص. هنا يا جماعه انا عندي مجموعه من الكورسز، بعض الكورسات دي ليها ايه؟ ليها عدد معين من البري ريكوزيتس، واحد اثنين او اكثر. فعملت ايه؟ فعملت جدول هنا بتاع البري ريكوزيتس ده. ده عباره عن ايه؟ قسمته كده نصين. النص الاولاني هيبقى رقم الكورس، هو نفس الاسم اللي نفس الرقم اللي هنا، فبما ان هو نفس الرقم اللي هنا يبقى لازم، تعال ناخد لون احمر، يبقى لازم ده يشاور على ايه؟ لازم ده يشاور على ده. مش هيخترع. وفي نفس الوقت في كمان عندي ايه؟ البري ريكوزيت اي دي. يعني مثالا انا عايز اقول حاجه زي كده، اكسل ده الكورس يا جماعه، ده جدول الكورس. الكورس فيه كورس اي دي، عندي كورس رقم واحد واثنين اللي هو مثلا دي بي ام اس، وعندي اوبريتنج سيستمز مثلا، وهنا البري ريكوزيتس، جدول البري ريكوزيتس. بري ريكوزيتس ده ممكن يكون في ايه؟ ممكن يكون في طبعا ده ايه؟ ده الكورس نيم يعني. طيب تعالى كده اكبر لك شويه عشان تكون شايف اهو، تاني كده واضح. خلاص ده جدول الكورس، ودايما بنحط الكلام في نص السيل، نص الخليه، نص الموضوع. حلو، اللي انا عايز اعمله جدول الكورس ده هعمل هنا برضو كورس اي دي. في الكورس مثلا رقم واحد او كورس رقم واحد، وهنا الكورس بري ريكوزيت اي دي، او اسميه البري اي دي زي ما انت عايز. فالكورس دي من مقاس ده، تعالى هنا ثلاثة، انا طبعا ملوش علاقة في بي دوت نت، كلام مش منطقي بس ايه ماشي. فبقول لك علشان تاخد كورس رقم واحد ده لازم تكون واخد كورس رقم اثنين، عشان تاخد كورس رقم واحد ده لازم تاخد كورس رقم ثلاثة. يبقى لازم تاخد دول قبل ايه؟ قبل ده. غالبا المفروض ما تمشيش كده، المفروض ان انت كانت تقول ده ثلاثة، يعني عشان تبقى منطقية ثلاثة واحد اثنين، تبقى اكثر منطقية شوية كترتيبا يعني. يعني بيقول لك ايه؟ خد إيه ده بعدين ده بعدين ده. يعني الكورس اللي معتمد يعني الكورس المعتمد عليه بيجي الاول، يطلع الاول يعني. خلاص؟ فبيقول لك هنا ايه؟ ادي الكورس ده، الرقم ده لازم يكون موجود هنا، والارقام دي لازم برضو تكون موجوده هنا. فده بيجي من هنا وده يجي برضو من هنا، فالاثنين دول اقدر اعتبرهم فورين كيز مع الكورس اي دي اللي موجود هنا. هي دي الفكره. ما ينفعش واحد يقول لك 10 و10 ده مش موجود هنا، الكلام ده مش صح. طب ماشي، فهمت قصدك. انت عايز ايه بقى؟ محتاج تعمل كونسترينت تاني عباره عن فورين كي. طيب يبقى انت هتعمل كونسترينت، اكتب معايا
كورين سترينت تسميه الاسم اللي انت عايزه ده من كورين كي بنحب يبقى اسمه اف اف كي مثلا ماشي ده عامله على جدول البري ريكوزيت هخلي في الاول تعالى اوريك اللي هنا هخلي الكورس اي دي ده يشاور على الكورس اي دي ده في الكونسترينت ده حلو يبقى هتخلي لي الكورس اي دي يشاور في على جدول الكورس في العمود اللي اسمه كورس نمبر شوف اللي خلي بالك انا ممكن اشيل الهلومه دي كلها واسميها اي بي سي انا بس عايز اكتبها كده يعني انا فاهم ان عندي فورين كي من الجدول ده بشاور فيه على الجدول ده ومن الجدول ده الكورس اي دي بيشاور على الكورس نمبر يعني الاسم نفسه بيكون معبر عن حاجه يعني مش عظيم بعدين كونسترينت ده نوعه ايه ده مش برايمري كي المره دي ده المره دي ايه حتى كاتبها لي ايه عباره عن فورين ايه فورين كي مش برايمري كي طيب حلو فورين كي الفورين كي بتاعك ده على اني عمود عندي ده ولا ده اخترت انا العمود ده ده مش كافي ليه مش كافي لان غير البرايمري كي انت بتقول ده العمود ده وخلاص لا ده احنا في الفورين كي صح انت قلت العمود ده بس العمود ده مربوط باني جدول باني عمود مربوط بجدول الكورس بالسي اي دي لازم كل ده يتحط في كونسترينت فاجي اعمل الكلام ده ازاي في حاجه اسمها ريفرنسز اي ريفرنسز اي شوف شوف كاتبها لي حتى مديك عليها مثال ورا طبعا احنا مش عايز ده شيل ده كده خالص بريفرنسز الجدول اسمه ايه جدول اسمه كورس ومن جدول الكورس انا عايز الكورس نمبر بس كده يبقى انا عملت فورين كي الفورين كي ده اديته اسم ده عباره عن فورين كي الكورس نمبر الاي دي اللي عندي بيشاور على الكورس نمبر اللي في جدول الكورس خلي بالك نفس الكوبي بيست واعمل الفورين كي من هنا لهنا يعني ايه كوبي بيست اهي كوبي كوما بيست بدل المفروض كورس اي دي المره دي هيبقى ايه اجي في الحته دي واخليها بالاسم ده هنا هيشاور على نفس الحاجه المره دي مش كورس اي دي المره دي ده يشاور على نفس الايه كولوم في نفس الجدول يبقى انا عملت تو فورين كيز المره دي انا سيبكم تعملوا انا عارف ان المثال ده هو ده اخر مثال في المثال ايه قوي شويه طيب ماشي كفايه كده الاول تعال نجرب لو احنا مش عاملين حاجه غلط المفروض ان الدنيا تمشي جرب لسه في حاجه غلط ايه بقى بص دي كتير قوي هتلاقيها ايدنتيفاير از تو لونج قال لك ايه يا عم كل ده ايه صغره لي شويه ماشي جرب كده وشوف هتمشي ولا لا بس عشان اوحد كله خليه بقى كده نجرب شوف ال في واحده كمان ثانيه ايوه بي ار خليك ده اسم اسمي اللي انا عايزه يعني بس انا بحاول اوحد الاسماء يعني لسه برضو كتير قال لك اخرك كام حرف 30 حرف شكلها انا ايه معدل 30 بمراحل يعني طيب اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه طب هشيل اسم الجدول باعتبار ان انا اوريدي واقف عليه طيب ليش ما احط اجرب كده انا عمال ايه احاول ايه اجرب كده ما اعرفش ده 30 ولا لا نجرب الحمد لله جرب كده تعالى بقى نشوف البريكوزيت ده ايه اللي حصل فيه بقى بالظبط ادي الجداول اهو عندي كام عمود اثنين ليه اثنين اهو مفيش الا اثنين ده كل ده ايه ده برايمري كي فورين كيز كل ده هو ده بس الجدول حلو عظيم جدا عندي كام كونسترينت هنا نوت نال ادي واحد نوت نال اثنين برايم كي ثلاثة فورين كي اربعة فورين كي خمسة لو احنا عادين صح المفروض يطلع عليه خمسة
اتنين فورين كيز، واحد برايمري كي، واتنين لاف نل. كم اندكس؟ واحد. عندي برايمري كي. لو بصينا دلوقتي على الموديل، دلوقتي هو ربط لي الجدول بتاع البري ريكوزيت، ربطه لي بجدول اسمه كورس، فالمفروض يجيب لي ده وده. هنا في حصل حاجه عجيبه جدا، طلع كام سهم؟ ليه سهمين؟ لان ده فورين كي وده كمان فورين كي، فده بيشاور وده بيشاور، فعندي سهمين بيشاوروا بالسهم واحد. سهله؟ نجرب؟ جرب. ايه بص طبي على من لك كام. ايه يلا يعني عشان ما عقلكش، بص الريفرنس كي حتى ده انت ممكن تحاول تعمله انت ايه لوحدك، يعني انت اللي يعمل واحده يعمل الثانيه، هي كوبي بيست. اللي هي فين؟ اللي هي دي. اللي يعمل الكونسترينت الاولاني ده هيعمل الثاني، صح؟ عشان اسهل لك الكود شويه. اهي ده الجدولين، ده التو كولومز في الاول، وده البرايمري كي يا جماعه، ده البرايمري كي، وده هنا تعالى كده اجيبه لك كده، ده الفورين كي بالريفرنس بتاعه. يلا عملتها؟ ما شاء الله ما شاء عايز بس هعمل حاجه هنا غريبه. بص انا هاجي على ده جدول ده تيبل دروب واروح لغيه. والمره عايز اوريك حاجه كمان اخر حاجه، هعمل كومه وانزل هنا هزود لك كمان كونسترينت اخيره غريب، هعمل هو بعيد اهو عشان ايه تعرف ان دي جديده. خلاك انا بكاري في الجدول له جديد اهو، قلت له بص انا عايز اعمل حاجه، ما ينفعش الكورس رقم 3 يبقى معتمد على الكورس رقم 3، ينفع؟ ينفع حد يكتب حاجة زي كده؟ فأنا عايز أمنع حاجة زي كده، إن ما ينفعش يقول لك كورس رقم 3 عشان تاخده بس تروح كورس رقم 3، يا سلام. فأمنعها إزاي دي؟ فتقول له تشيك تشيك، تفتح قوس وتقفله. تقول له إيه؟ خلي بالك ما ينفعش ده، ما ينفعش يساوي ده. فاهمين الفكرة؟ وتعالى كده نجرب. كده لما انت دخلت سجل وخليت الرقم ده يساوي الرقم ده هيقول لك سوري ما ينفعش. بس. جرب. زود لك دي. فين فين فين؟ اي كوما. ما ينفعش دي تساوي دي بس. طب دي هتفرق ايه؟ يعني دي في هنا لو انا جيت هنا في الجداول عملت ريفرش وفتحت البري ريكوزيت هلاقيها فين دي؟ اكيد في الكونسترينتس. اكيد هنا بص 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 اهو تشيك اهو هيزود لي ايه؟ واحده ثابته ان ما ينفعش ده يساوي. بس هنا في حاجه جدت ايه؟ لو طرحت كل مره كان بيكتب لي اسم الكولوم اللي هو بيشتغل عليه الكونسترينت، المره دي الكونسترينت ده مبني على كذا كولوم، صح؟ فعشان كده راح منزل الاثنين. خدت بالك؟ الكولوم الاولاني والكولوم الثاني، لان هو هيقارن بين اكثر من عمود. خلاص؟ جرب. معرفش لو حد فيكم شغال اخر اخر صفحه اكتبه وعدي
لو حد فيكم شغال ادمن، حد شغال جرب يبقى ادمن وبيعمل امبورت اكسبورت للداتا كتير، بيبقى في عندنا مشكله خفيفه قوي بتحصل. ايه؟ ان انت الديزاين بتاع الداتا معتمد ان انت عندك ريليشنز، ففي برايمري كيز وفي فورين كيز. ومن ثم احنا قلنا الفكره كلها انت بتعمل الهلومه دي كلها ليه؟ عشان ما ينفعش هنا تكتب رقم مش موجود هنا. صح. معنى كده لو انا فين الجداول دي هبقى عندي وعايز انقلها من حته لحته ثانيه وجربت ادخل دول قبل ما ادخل دول، يعني دول مش عندي، فلما تيجي تدخل البيانات دي هقول لك اخ وان ده ايه؟ مش موجود. موجود؟ لسه الجدول فاضي، يعني جدول صحيح موجود بس لسه فاضي، لسه بملاه اللي انا بنقله، فيقول لك مش موجود، فيرفض ده يدخل، يرفض ده يدخل، ومن ثم لا دخلت ده ولا دخلت ده. فبتضطر ان انت وانت بتنقل تنقل بسيكونس معين وترتيب معين، تنقل البيرنت بعدين الايه؟ الشيلدرن بتوعه. او ان انت في لحظه ان انت بتنقل بيانات من مكان لمكان تيجي وتروح شايل او لاغي او بشكل مؤقت لاغي تاثير الفورين كي، اكنه مش موجود. ومن ثم لما تيجي تقول له دخل 3-1 مش هيتشك على ده اللي انا عايزه في الحاله دي، اللي انا عايز انقل واخلص، فانا عايز ادخل البيانات هنا بغض النظر موجوده ولا مش موجوده. فانا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل ديسيبلنج الفورين كي لغايه لما اخلص، بعد ما اخلص ارجع اعمل ايه؟ تفعيل الفورين كي من الو دي. فاهمين انا بتكلم في ايه؟ القضيه ايه في ايه؟ طب اعمل الحركه دي على فكره حلقه دي مفيده جدا للفلاد ادمنستريشن، مفيده جدا. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ فعلا هي شكلها حلو، سهله بقى ولا صعب الموضوع ده؟ اي اتفضل. خلاص؟ شكرا. اعمل الكلام ده ازاي؟ والله هو شاطر بس اوريك كمان من كتر السهوله، انت ممكن اصلا تعمله من هنا، يعني انت ممكن تعمل رايت كليك من هنا، ممكن اجي على الكونسترينت رايت كليك هنا على الكونسترينت. بص 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 بص، في عندك هنا حاجة اسمها انيبل وديسيبل فورين كيز. يا نهار ايه، تخيل. طيب انا ماشي بس انا عايز اجرب اعمل بالكود. ماشي اعمل بالكود. هعمل الكلام بقى ده ازاي بالكود؟ خلي بالك انت عمال تعدل في السكيما، فورين كي ده سكيما، فمعنى كده ان انت عايز تعمل التريشن للجدول اللي اسمه بري ريكويزيت. لو الجدول ده ماشي اسمه ايه كده على الجدول ده؟ بري ريكويزيت كوبي بعد ما اكتبه بيست. عايز تعمل فيه ايه؟ عايز تعمل ديسيبل للكونسترينت. الكونسترينت اسمه ايه اللي انت عايز تقسيه؟ الفورين كي ده اللي انا عايز اعمله ديسيبلينج. اقول له كوبي بيست، انا عايز اعمل ديسيبل الكونسترينت ده. ينفع؟ جرب. شغل، قال لي ايه؟ تيبل التر دلوقتي غير مفعل. تعالى نرجع كده، هل يا ترى باينه؟ يعني انا لو جيت فتحت هنا على الكونسترينت هل اعرف هنا مفعله ولا غير مفعله؟ فين الكونسترينت الغير مفعل؟ اني واحد؟ الكونسترينت اللي اسمه ايه؟ اف كي كورس اي دي كورس نمبر، اللي هو فين هنا؟ ده صح؟ ده اول واحد. طيب بص، كتب لي بيسيب الباقي كله ايه؟ اخر سطر اخر سطر اخر سطر. ايه بقى هنعمل ايه؟ بدل ما تعمل ديسيبل تعمل له ايه؟ انيبل. جرب بقى كده. شغال. ارجع تاني جرب. شغل تاني. خلاص سهل الكلام ده، لازم يتعمل مرة واثنين وثلاثة وخمسمية. خلاص، في فرق انك تكون فاهم، فرق انك تكون عارف تعمل، في جاب ما بين الاثنين. الجاب دي لازم ايدك تشتغل، الجاب دي لازم ايدك تشتغل.
شوفوا بكرة يا جماعة إن شاء الله. عايز الكود؟ الكود عندك. الأكواد عندك. 1, 2, 3.